بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم لطلبة الصف التاسع بلاغة بعنوان الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. أولا نبدأ بالجملة الخبرية. فإذا قلت التلميذ مجتهد، هذه الجملة هل تحتمل التصديق والتكذيب؟ طبعا. إذا قلت التلميذ مجتهد، قد يكون هذا التلميذ راسب. إذن هذه الجملة تحتمل التصديق والتكذيب، فكل جملة تحتمل التصديق والتكذيب هي جملة خبرية. والجملة الخبرية في البلاغة نوعان. النوع الأول فائدة الخبر، نسميه فائدة الخبر. ما معنى هذا الكلام؟ زيد ناجح. أنا أقول لطالب أو لشخص بأن زيد قد ظهرت نتيجة امتحانه، فكانت هذه النتيجة هي النجاح. أنا أخبرت المخاطب بأمر يجهله، هو يجهل نتيجة زيد، فأنا قمت بإخباره بهذه النتيجة، فقلت له زيد ناجح. عندما تخبر المخاطب بأمر لا يعرفه يجهله، فهذا نسميه فائدة الخبر، نسميه فائدة الخبر. النوع الثاني لازم الفائدة. مثال، أقول لشخص كنت تجلس في الحديقة. طيب هذا الشخص ألا يعرف نفسه بأنه كان جالسا في الحديقة؟ نعم، ولكن ما المراد من هذا الكلام؟ المراد من هذا الكلام أن أخبر المخاطب بأن المتكلم الذي هو أنا يعرف الخبر، أي أنا أعلم بأنك كنت تجلس في الحديقة. هذا نسميه لازم الفائدة. إذن الخبر في اللغة أو في البلاغة هو نوعان، إما أن يكون فائدة الخبر ومعنى هذا الكلام أن أخبر المخاطب بخبر يجهله لا يعرفه، أعطيه خبرا لا يعرفه، كما قلت يجهل نتيجة زيد فقلت له زيد ناجح. والنوع الثاني لازم الفائدة، وهو إعلام المخاطب بأن المتكلم يعلم الخبر. فمثلا أقول لشخص ما كنت تجلس في الحديقة، هنا لا أخبره بأمر يجهله ويعرف نفسه بأنه كان يجلس في الحديقة، ولكن المراد هنا أن أخبر المخاطب بأن المتكلم أنا يعلم بحقيقة الخبر. قد يأتي الخبر حسب طبيعة المخاطب، قد يأتي مؤكدا. أنا عندما أقول زيد ناجح، ربما السامع لهذا الكلام يشك في هذا الأمر، فعندما أعلم بأنه يشك في هذا الأمر أحاول أن أسوق الخبر بمؤكد أو أكثر من مؤكد، أقول له إن زيدا ناجح، إن زيدا لناجح، هون أكثر من مؤكد، إن واللام لام المزحلقة. إذن هنا الطالب يريد أن يعرف ما هي الأدوات التي تؤكد الجملة الخبرية. أهم مؤكدات الجملة الخبرية في الحقيقة إن وأن، الحرفان المشبهان بالفعل، ونون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة عندما تلحق بالفعل المضارع. أما الشرطية فأما اليتيم فلا تقهر. أيضا من مؤكدات الجملة لام الابتداء، لبيت تخفق الأرواح فيه، لام المزحلقة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أحرف التنبيه ألا كذا. أيضا
عندنا أحرف الزيادة إذا ما فرغنا، ما بعد إذا تكون زائدة، أحرف الزيادة أيضا تفيد التوكيد. أخيرا أختم من أو قبل أن أنتقل إلى الجملة الإنشائية، أقول بأن أيضا التكرار، هذا الكلام غير موجود في القاعدة ولكن أضيفه، أيضا يفيد التأكيد، تأكيد الجملة. عندما أقول مثلا زيد ناجح ناجح، هنا هذا التكرار أفاد التأكيد أيضا. الآن أنتقل إلى الجملة الخبرية، أين الكتاب؟ هذه الجملة هل تحتمل التصديق أو التكذيب؟ لا، فكل كلام لا يحتمل التصديق أو التكذيب هذا كلام إنشائي. إذن أين الكتاب؟ أو عندما أقول لطالب ما ادرس، كلام لا يحتمل التصديق أو التكذيب. يا سعيد تقدم، كلام لا يحتمل التصديق أو التكذيب. إذن الكلام الذي لا يحتمل التصديق أو التكذيب هو كلام إنشائي. والإنشاء يقسم إلى قسمين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي أولا الاستفهام، أين الكتاب؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إذن الاستفهام هو نوع من الإنشاء الطلبي. أيضا الأمر، الأمر نوع من الإنشاء الطلبي. ادرس، قل هو الله أحد، عندي للأمر أساليب، أولا فعل الأمر، أيضا المضارع المقترن بلام الأمر، هذا أمر، لينفق ذو سعة من سعته، اسم فعل الأمر، أيضا هذا أمر، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين بمعنى استجب، هذا أسلوب إنشاء أيضا، آمين. إذن الأمر يأتي بصيغة الأمر فعل الأمر، وبصيغة المضارع المقترن بلام الأمر، وبصيغة أيضا اسم فعل الأمر، أيضا يأتي بصيغة أخرى وهو المصدر أي المفعول المطلق، فصبرا في مجال الموت صبرا، هذا أيضا من أنواع الإنشاء أمر. أيضا من أنواع الإنشاء النهي، النهي له صيغة واحدة وهو المضارع المسبوق بلا الناهية، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نهي، إذن له صيغة واحدة مضارع مسبوق بلا الناهية. أيضا من أنواع الإنشاء النداء، يا طالب العلم يا سعيد. أخيرا من أنواع الإنشاء الطلبي التمني، والتمني هو طلب شيء يستحيل أن يتحقق، مستحيل يتحقق، التمني طلب شيء يستحيل أن يتحقق، ألا ليت الشباب يعود يوما، تمني أمر يستحيل أن يتحقق، أن يعود الهرم شابا، إذن تمني هذا نوع من أنواع الإنشاء، هذا نوع من أنواع الإنشاء الطلبي. أنتقل إلى الإنشاء غير الطلبي. الإنشاء غير الطلبي أيضا له أنواع. أول نوع من أنواع الإنشاء غير الطلبي المدح، نعم الطالب سعيد، نعمة، حبذا العيش حين قومي جميعا، حبذا أيضا هذا مدح، نعمة مدح. أيضا من أنواع الإنشاء غير الطلبي الذم، ألا ساء ما يفعلون، ذم، بئس ما فعلت، بئس الطالب الكسول، إن تبدو الصدقات، هذا مدح، فنعم ما هي. إذن المدح والذم هذا من أنواع الإنشاء غير الطلبي. أيضا من أنواع الإنشاء غير الطلبي التعجب، ما أجمل السماء، تعجب، هذا إنشاء غير طلبي. أيضا من أنواع الإنشاء غير الطلبي القسم والعصر، قسم والتين والزيتون، قصر، قسم، إنشاء غير طلبي. أيضا والله لأكيدن أصنامكم، قسم والله، إذن القسم نوع من أنواع الإنشاء غير الطلبي. أخيرا آخر نوع من أنواع الإنشاء غير الطلبي عفوا هو الترجي أو الرجاء، عسى الفرج يقترب. والرجاء على خلاف التمني، قلت التمني
بأنه طلب أمر يستحيل أن يتحقق، بينما الرجاء طلب أمر ممكن أن يتحقق. عسى الفرج يقترب، ممكن الفرج يقترب. عسى السماء تمطر، ممكن السماء تمطر. إذن هذا هو الإنشاء. إذن الجملة من حيث البلاغة تقسم إلى قسمين، جملة خبرية وهي الجملة التي يحتمل فيها التصديق أو التكذيب، والجملة الإنشائية هي جملة لا تحتمل التصديق أو التكذيب. أتمنى من الطلاب التفاعل مع الدرس والقيام بحل التدريبات الموجودة في الكتاب كواجب منزلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.